محمود علي سليمان رماح وجيها الرماح جودها يا حسب كم عارض كا يعيد وقيبة كم دور باهين تكلها الله حرمت جودة حسب كعيد كلها يا هاي مقالة ده هرجيس يا عاصمة الضل كسمار الآن أي واحد وكه الله كوحه ويسن وهبي نمدي حالة يا هيد وير الكوس وقادم صليق ده حيا مقالة ده بورا ما حرمت جوال كأوضل يسقون حكومة يسقون حقة يا رماح حكومة ده سمار الآن كويدي يي إن أي كعب سيات كين تأمن كسمار الآن شبهت بصور في وور ليلة هذو وها قوا فلتي هنا رناد يا هذو فول حطهاي والدباع يتشلاع حكومة دان كم موقضة يحلك يا إسكساري لهايد أمنيك دلك إن ننقى وحبك عنو قتشريني أفر إنان انتو كل بصادره إن خلخل لقو قليل نبت قليل وحكم مسؤولة حكومة كل مياه أمانتا أيا كم مسؤولة وانا دليل ايلا داي حكومته وانا من سنه انت تكرر بور باي انت نبض تشعل حلقي انك اسيس سوق قاد قادينا كوبل كان جوغي حبيك اللي يبدلي 257 كويستي ومضي ديوان خلاص وارني دولتي يوا كلو غان يا امتي هداي تاي بورمي هداي تاي ساحل هداي تاي ارجيسا يا هداي تاي لاس آنود اما دلك جبهان هداي تاي برعبا اما ارقابا وحويان حكومة دمانت الدولة كلمية كندساني ودلك واحد مدين يعني هورين وچوك جرين مانتنا انا هنانين او عداء اركيسان مرخاتيه دي danka kale xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga uu ciid oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in aanay marnaba aqbali doonin in komishanka cusub ee doorashooyinka Soomaaliland uu ka mid noqdo Cabdi Rashiid Riyaraac kaas oo uu sheegay inuu ka tirsan yahay golaha dhexe ee xisbiga kulmiye wallahi xisbiga iyagu kii ugu horeeyay baa wadaniga jeeso ka horeeyay baa lahayn mowqifkooda cadii waad ogeydeeno madaxweynu labadii xubnood ee sidoo xalayba gudoomiyaha guurtidu cadeeyay oo soo xulay mid buu ku celiyay إن كستونا سيبتره أي مدح تويد الضفرتي ألينتاس وحسب النمو نين مالي شرف اللي لقو أليو كولكا قلنا شيء أرقاو إنو مدح ويليه سيو أليني تندم بي وصول لقو حبين آن وافق سنين شروط دي دالك إيه اللي جوسو حلاقي كميش ككميش جوا حويان ودتك يودجر قادي دتكن دورشة الجلاية إياها بسبب سعد كودي هذي تاي تمدح ويلا هذي تدي تبار ربك هذي تاي تقول ياش الدقيقة سد رادي دوا كبات صار ربي مدح ويلا هاي إنه مركو هربك هنا إد أول حسبين المعارض كابا وحلقو على ليشري و ugu wa maalintii ugu horeysay dhacdo mid uu keenay madaxweynuhu oo lagu celiyo taasina runtii wax kala nooga waraya anagu mowqifkayaga xisbi ahaan wadani iyo cid walba oo ku reenay qoraal baan ku soo saaray hay'adii ay qusaysay oo dhana waanu siinay xariirka saar telefishinka madaxa banaana Star TV Hargeysa.